صباح الفل على كل مشاهدين برنامج حدوتة وطن. في مثل هذا الشهر، شهر ربيع الأول، أشرق النور وطلع الفجر، ولد خير البشر محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام. في ذلك الرحمة المهداة يقول الله إن هذا يقول الله في جل في علاه، بسم الله الرحمن الرحيم: لقد من الله على المؤمنين إذا بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. إنه رسول الله زكى الله علينا به ليطهر قلوب المسلمين، ويعني كل شيء كان جميل للرسول صلى الله عليه وسلم، وجعله رحمة للعالمين وحجة للحائجين وحجة على الخلائق أجمعين، صلوات الله وسلامه عليه أبدا إلى يوم الدين. بمناسبة هذا اليوم، احنا مش مجرد ان احنا بنحتفل بطقوس عادية وموجودة في أجواء المحافظات أو بالتمديد ومدح النبي والأجواء الموجودة في بعض المحافظات والحلوة وكده، احنا لازم دايما نتذكر أخلاقه الجيدة الحسنة، نتذكر الأمر بالمعروف، ونتذكر دايما الصدقة والمعاملة الحسنة وضميرنا الصاحي. لازم نتذكر دايما كل ما منى به الرسول علينا من اخلاقه الجميله اللي احنا مفتقدينها دلوقتي. بالنسبه هذا اليوم الجميل، معانا المنشد الرائع محمد رجب. اهلا بيك يا محمد، نورتني. ده نور حضرتك. احنا بنأسف جدا على الازعاج عشان حصل مشكله قبل الهواء بالنسبه ليا، وانا بأسف جدا جدا النهارده لاني مرتبكه واتلخبطت، وده مش عادتي بجد، حصل ظرف، فانا بعتذر لك بدايه عن التاخير الوقت بتاعنا النهارده. ومش هطول عليك على طول، عايزه اعرف انت يعني ايه اخترت مجال الانشاد، على يعني اشمعنى مجال الانشاد بالذات اللي اخترته؟ يعني هي يعني وانا صغير يعني حاجه انا بحبها كده، تمام، وخالي على طول دايما بيقول لي انت لازم تعمل كده، لازم انت فيك الموهبه وكده. قلت له تمام ماشي انا معاك. هو اللي هو خالي يعني هو اللي بيساعدني في كل حاجه، ودايما انا معاه، وهو اللي بينصحني، هو اللي بيديني كل حاجه، هو اللي انت لازم تهتم بالمجال ده وكده. صوتك اكيد كان حلو عشان كده اختارك. تمام. طيب هتسمعنا ايه على طول كده؟ اتفضل. لا على ذوقك انت. اولا كل سنه وانت طيب. حضرتك كل طيب. سنه وكل امه المسلمين دايما كلنا بخير ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. اتفضل. انت نور الله فجرا، جئت بعد العسر يسرا، ربنا عليك قدرا، يا امام الانبياء انت في الوجدان حي، انت للعينين طي، انت عند الحاضري، انت هاد وصفي، يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام صلوات الله عليك، يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يرتوي بالحب قلبي، حب خير رسل ربي، من به أبصرت دومي، يا شفيعي يا رسول الله، أيها المختار فينا، زادنا الحب حنينا، جئتنا بالخير دينا، يا ختام المرسلين، يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك.
رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. الله الله ينور يا محمد. قول لي قول لي انت كده لما بتيجي تمدح النبي ايه اكتر حاجه، او من السيره النبويه بما اننا النهارده وبكره ان شاء الله الاحتفال بذكرى مولد النبوي الشريف، ايه اكتر الصفات او السيره النبويه اللي بتتعلم منها؟ يعني كل حاجه يعني حلوه بصراحه، لانه يعني هو دايما معلمنا على الاخلاق، الاحترام، يعني كل حاجه، يعني الصلاه، الذكاء، يعني ده يوم يعني لازم نحتفل بيه كلنا، يعني قدام الامه العربيه كلها يعني لازم نحتفل باليوم ده، لان يعني ده هو يوم ده هو يعني ده مولد النبوي الشريف، يعني لازم كلنا نحتفل بيه، لازم كلنا يعني. انت يا محمد من القاهره صح؟ لا انا من المنيا. بس من المنيا يعني عندكم بقى اجواء الاحتفالات صح، الطيف والكلام ده؟ احنا عند في الغربيه وكفر الشيخ عندهم دايما في عاده مش بتوع القاهره او بعض المحافظات ما يعرفوهاش، بيلفوا بعض ايام احتفالا بمولد النبي الشريف بالطيف بالانوار والمكبرات الصوتيه والاناشيد الدينيه، بتبقى جو جميل جدا جدا زي العيد. انت اكيد طبعا في المنيا انا اسمع نفس العاده دي. يعني بالظبط، يعني مركز العدوه دايما كده، يعني كف الشوارع كف كله، كلنا بنطلع كلنا لازم كده. بس هو جو الصعيد كده واحنا كده. لا هي عاده جميله. طبعا. ومصر اصلا دايما ليها طقوس مختلفه عن اي دوله عربيه، مختلفه. دايما بنحس معاها بالخير، ولو بعدنا عنها نحس ان في غربه. احنا دايما رغم ان دلوقتي التماسك قل، بس لكننا برضو فينا في وقت الفرح بنبقى مع بعض. طبعا يعني دايما في ايد واحده، دايما مع بعض، حتى لو في مشاكل في اي حاجه، بس يعني بمعنى الكلمه مش بنهون على بعض. يعني دايما ايد واحده مع بعض في كل حاجه، ودايما يعني نساعد بعض وكده. طيب هتسمعني ايه تاني؟ عايزه اسمعني يا سيدي اللي بحبها قمر. تمام تمام ماشي. انا كنت معايا اصلا الفيديو بس مش مشكله. ماشي سامحنا. ماشي. قمر 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 سيدنا النبي قمر، وجميل 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 سيدنا النبي وجميل، قمر 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 سيدنا النبي قمر، وجميل 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 سيدنا النبي وجميل، وكف المصطفى كالورد نادي الله الله، وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله، وكف المصطفى كالورد نادي الله الله، وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله، وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد، حبيب الله يا خير البرايا، قمر 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 سيدنا النبي قمر، ولا ظل له بل كان نورا الله الله، تنال الشمس منه والبدور الله الله، ولا ظل له بل كان نورا الله الله، تنال الشمس منه والبدور الله الله، ولم يكن الهدى لولا زهورا،
ولم يكن الهدى لولا ظهورا، ولم يكن الهدى لولا ظهورا، وكل الكون أنار بنور طه قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. عايزه اعرف منك يا محمد، انت بتدرس ايه دلوقتي وعندك كام سنه؟ انا حاليا 19. ما شاء الله. طيب نظم معلومات. مش شايف ان هو بعيد شويه عن الانشاد؟ يعني كويس بس عادي يعني. بس انا بقى الهدف من السؤال ان انت ايه طموحك الجاي؟ بتفكر في ايه؟ هتشتغل بالشغل ده ولا هتركز جدا في الانشاد؟ اصل انت لو ركزت ممكن تبقى منشور مصر، ممكن تعمل حاجه كويسه، وبعدين انت عندك صوت او بحه كويسه فلازم تستغلها وتتدرب عليها اكتر، فده اللي انا بسال فيه. انا بصراحه نفسي اكون زي ماهر زين كده. لا ما شاء الله. والله بصراحه يعني ده مثلك الاعلى. ده مره مصر. هنا حاليا محمد طارق، محمد يوسف كده. تقيرك مصطفى عاطف؟ بحبه جدا. حلوة. بس هو طلع مره واحده بعد كده ما طلعش. خد بالك مصطفى عاطف ده بلدياتي. الغربيه. لا ما مستوى شاطر يعني. لا هو حلو والله بجد يعني حلو، ويعني حتى قمر ديت لما نزلت يعني خربت الدنيا برضو. صوته حلو فعلا. فاللي هو 100 100. بس هو اللي هو طلع مره واحده بعد كده ما طلعش تاني. فاللي على طول دلوقتي يعني محمد طارق، هو يعني هو اللي مسيطر، هو اللي كل حاجه دلوقتي، هو محمد يوسف. انا عايزه بقى افاجئك ان في فتره كورونا الناس استغلت بقى، بما ان الافراح بقت على الضيق وكاتب كتاب بس، كانوا بيجيبوا المنشدين بدل المطربين، يعني كان سوقهم ماشي جدا. كانت الدنيا لعبه. ايوه كانت فكره جديده وحلوه ان ممكن في احتفاليه كاتب الكتاب يجيبوا منشد يقول لهم حاجه كويسه ومعاهم في كاتب كتاب وبيبقى شكل لطيف. احنا عندنا في البلد كده برضه. في المنيا. في المنيا. الدنيا بتبقى كده برضو، يعني قرآن، انشاد ديني، يعني قليل يعني لما يبقى فيه اللي هو دي جي كده الكلام ده. هو اللي ماشيين عليه ده في البلد عندنا. فهو كل واحد بقى ليه طقوس مختلفه، المهم ان كل واحد يبقى مستريح في الحته اللي هو عايزها. طبعا. صحيح. يعني عايز قبل ما يعني تختم معانا بايه بقى سريعا كده؟ نحضر حاجه تاني ولا خلاص؟ لا عادي مش مشكله. لا عادي، هو سكر اللي شايف بياخد وقته يعني. لا تمام. واحنا النهارده جايين نقول انشاد اكتر، واحنا هنتكلم طبعا. قلت يعني تاني. لو عايز تقول حاجه تمام، لو استكفى كده تمام برضو جدا. مش مشكله لو في وقت. مش تتفضل معاك. يا امين بشراك، سبحان من اعطاك بحملك بمحمد رب السماء هناك المصطفى سعدك غالا لما حملت في رجب وما تري منه تعب هذا نبي زاكي شعبان شهر سالي والنور منه بالي هو صاحب القرآن وربنا أعطاك رمضان جاءك بالهنا يا آمنة لنت المنى نزل عليك أمرنا ووحينا أنباك شوال شهر رابع والنور منه ساطع ولد الحبيب راكع ساجد إلى مولاك ذو القعدة جاءك بالوفا وشرفك بالمصطفى وربنا عنك عافا هذا نبي زاك ذو الحجة سادس شهرك يا آمنة يا سعدك الله يجمع شملك
بسيد وفاك محرم جاءك بالنادى مبشرا بأحمد وما تري منه راضى هذا نبي زاك وفي سفر شاع الخبر عن النبي المنتظر من أجله انشق القمر وربنا أعطاك وفي ربيع الأول ولد النبي. شكرا ليك جدا جدا. لا بس هو انا كنت عايزه بس عايزه في الختام كده بقى عشان نطلع على الفاصل بيك فكنت بقى بشوف الدنيا ايه معاهم يعني عشان معاك. قول لي بقى تحب توجه ايه رساله في حضرتك الوطن اخر حاجه خالص؟ رسالتي يعني؟ اه يعني الالتزام. يكون في التزام يعني يكون في يعني يعني الشباب دلوقتي كله كله دماغه مهرجانات وكده فده ما ينفعش. انا عايز يعني الالتزام وكده. ربنا يفتح عليك ودايما تبقى ملتزم وجميل ويا رب تكون فعلا انبسطت معانا النهارده يا محمد. اكيد طبعا. بجد يعني انا بحاول اكتر يعني باوسع ما ممكن عندي اللي انا يعني ايه عايزك تبقى يعني فري خالص في الحلقه كده وتتكلم براحتك وتاخد وقت. ان شاء الله باذن الله. انا بشكرك جدا 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 ان شاء الله اشوفك في حاجه كبيره جدا جدا يا محمد. ان شاء الله باذن الله. نورتني. نورك يا باشا. ورجعنا لكم تاني ومعانا فقره جديده تانيه. فقرتنا النهارده الخدع السينمائيه. احنا كنا قبل كده اتكلمنا عنها ومعانا وجه جديد معانا شهد عمر. اهلا بيك يا شهد. نورتينا. الخدع السينمائيه دايما كانت بتبتدي بالكاميرا، دلوقتي الموضوع اختلف تماما من البرامج وبتعتمد على الموهوب والفنان اللي يقدر يبدع في المجال ده من خلال المؤثرات والخدع البصريه. كمان الكورونا يعني سوري اسفه جدا الكرومه الخضراء دي عامل كبير جدا في موضوع الخدع ده، بنقدر نشتغل عليها وبتوفر وقت وجهد. عايزاكي بقى اشتغل عايزاكي تشتغلي على طول عشان خلاص. بس وقت الحلقه وهكلمك وانت بتشتغلي بقى يا شهد. ماشي. هتعملي ايه بقى دلوقتي؟ هعمل جرح صغير. احنا قبل كده عملنا الجرح ده مع شيماء. كان مع شيماء مذكور كانت منورانا وكان معانا النهارده احمد شحاتم بس للاسف هو اتاخر على الهوا. ابداي اشتغلي عليه. بصي يا شهده كنت عايزه اسالك كده ايه ابرز الخدع السينمائيه اللي موجوده دلوقتي اللي بتعجبك؟ الجروح العميقه. الجروح العميقه اللي شغاله دلوقتي. طيب وهل يعني من وجهه نظرك الكرومه هي فعلا من سر ابرز الخدع السينمائيه في مصر دلوقتي حاليا؟ هي ساين. قدام معاكي 3 دقايق بالظبط. انا هعمل جرح عميق ولا اعمل جرح عادي؟ لا اعملي جرح عميق جدا بس عايزاكي ايدك تبقى اسرع. خلاص تمام. اتكلمي عادي وانت بتشتغلي. اقول انا بدات بداتي مجالك ازاي؟ جات لك المجال ازاي؟ من ساعه الحظ انا شفت حاجات على اليوتيوب عادي. يعني انت لسه بادئه جديد؟ استغليت الوقت الحظ ساعه الكورونا والكلام دوت فاستغليت الوقت وبدات بيها. اتعلمتي بقى؟ بداتي تتعلمي؟ كام فيديو على كام حاجه كده اهو اتعلمت يعني وبقيت اطور في نفسي. قوليلي اللي انت ناويه ان شاء الله يعني بدل انت دخلتي اشتغلتي في المجال ده ناويه تكملي فيه ولا مجرد هوايه ولا عايزه تشتغلي فعلا؟ لا عايزه اشتغل فيه عايزه اكمل فيه لحد ما اوصل حاجه كويسه يعني يبقى مصدر رزق ليكي بعد كده يعني. ان شاء الله. من خلال بقى ايه المسرح او الافلام او حاجات دي ممكن افلام واسافر بره وكده. تسافري بره تنوحك ان شاء الله يعني. طبعا بره المجال ده مفتوح جدا. دي العجينه صح؟ الوايكس. وبشوفهم على تيك توك ويجي يعملوا الحاجات دي بيعملوها في دقيقه بالظبط. ما هما بيبقوا مسرعين الفيديو. فبيبان اللي هو بسرعه جدا لان انا بقى مش مسرعه. هي ايدك الكاميرا جايه اصلا على ايدك ولا؟ تمام. عايز اشوف النتيجه النهائيه باذن الله. لا براحتك خالص خالص. كملي. وبعدين فانت بقى فضلتي بقى في وقت الحظر الكورونا قعدتي تتعلمي بقى؟ استغليت الوقت بدل ما افضل قاعده وما كناش بنخرج ولا بنعمل حاجه. فبدات فيها بقى وماما قعدت تشجعني. وبقيت انا الاول كنت بعمل الحاجه ديت وبنزلها بس على الواتس يعني مش بخلي حد ناس كتير تشوفها يعني.
فماما اللي شجعتني ان انا انزلها على الانستا واخلي الناس تشوف اكتر. بتعملي حاجات على الوشوش ولا على الوش؟ بعمل حاجات كتير على الوش وعلى رجل وعلى الايد. انا فوجئت شيماء لك. تمام حاضر ماشي خلاص. عايزه بس النتيجه النهائيه عشان احنا هنختم اهو. النتيجه النهائيه بس يا شباب. اعملي ايدك كده يا شهد. تمام لسه ما خلصتش. احنا خلاص هنختم. تمام كملي كملي. فانا بشكركم جدا جدا جدا. معلش وقت عدى بسرعه. انا اسفه انا اسفه بجد. نشوفكم الاسبوع الجاي في حدوته وطن. ويا ريت بقى واحنا بننزل التتر نجيب النتيجه النهائيه بتاع شهد. واسيبكم بقى معايا.